دعا المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة بجنيف علي السماك إلى تكرار لقاءات وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بالمحافل الدولية، واعتبر أن العالم بحاجة للاستماع للتجربة المصرية والفكر المستنير الذي يعرضه وزير الأوقاف. جاء ذلك تعقيبا على لقاء وزير الأوقاف بمقر الأمم المتحدة بجنيف بحضور عدد من سفراء دول العالم ومندوبيها الدائمين بالمقر، وعرضه التجربة المصرية في تعزيز التسامح الديني وتحقيق المواطنة المتكافئة. التقى وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة وفدا سويسريا رفيع المستوى يضم النائب العام السويسري السابق ورئيس محكمة جنيف حاليا ونائب رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي بسويسرا، وبحضور مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف ودكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. بحث اللقاء خطورة التطرف والإرهاب وبيان حقيقة الجماعات المتاجرة بالدين التي تتخذ منه ستارا لأغراض لا علاقة لها بالدين وضرورة كشف طبيعة هذه الجماعات، مع التأكيد على الإيمان بحرية المعتقد وحق التنوع والاختلاف وحرية إقامة الشعائر وإعلاء مفهوم وقيم الدولة الوطنية وما يستوجبه حق المواطنة من حقوق الولاء والانتماء للدولة، وعدم استخدام الجماعات المتطرفة من قبل بعض الدول الراعية للإرهاب لخوض حروب بالوكالة.